مش حق من عنده. وش حق؟ انت مالك كنت تخوف في الانترنت؟ احنا وليش كنت تخوفوا فيها؟ لا غير والو يا عمو، كنا نسرى مهبه. باش نقول لك هادو مرهم اللي في تسالية، نحب حتى واحد يشوفهم. لازم غير بالعقل، نروح معاه غير بالعقل. علاه ما جبتش معاك رانيا باش هكا تخرج تحوس شويه معانا؟ كيفاش نجي واحد منا لازم يريح في المصنع؟ بصح دوك تولي تقول ملي بدات هي الخدمه رجعت انت تجي بزاف للدار. واش بيها رانيا؟ هي حابه ديرها بيني وبين ماما كنزة. ما بيها والو، من بعد تفيق لروحها واش راهي دير. بابا مات الله يرحمه، بصح نبقى ديما نحبو. بلا كنتي تشوفي فيا ولا لا؟ فهاديك دقيقه ما كنتش نشوف فيك انت. جاتني صوره بابا الله يرحمه. لازمك ترجع الأقل من أجل مهدي. قلت لك بزيش كلمني في هذا الموضوع، حاجة مليحة كي قرر ينساني، ومن بعد تبقى حياتك طول وانت مخبي. لا لا صح، ماني حابة حتى مشاكل معه، محتاجة غير أسمي. حبيت برك نتأكد باللي ما عطيتلكش عنوان خاطر. على عليا ما نمدوش وخلاص. وحبيت نتأكد تاني باللي وصلتي. وصلت وعندي خدمة. اما كي يكون عندك جديد واذا حبيتي نبعتلك تاني مواقع اخرى مليحة. كيما واش؟ بزاف وصلتي. هذا وين؟ كنت جاية ليك. طاحك يا مرا هنا؟ ايه في بيتها. وحالتها حطول حتبقى هكذا؟ كيفاش حالتها تطول؟ فهمت كلش، وعلى باب لي مدوسة مع رجلها سيرو علاه تجي لدارها. متقلقش روحك، متزوجين كامل هكذا يدوسو ويتراجعو عادي. انتي شحال من خطره كنتي تزعفي وتقلقي، وعمرك الا خليتينا وحدنا خرجتي هكا؟ كيفاش نخلي وليدي ونروح؟ وتاني باباك عمرو ولا زعفني وين وصل نخرج من الدار. راح شوف شكون. شوف شكون جا. خالتو اهدي وليدي. واش راكي؟ واش راك؟ صافا لاباس؟ لاباس الحمد لله. ماما كاين هنايا؟ هاي اللي هنا في الكوزينه. هاي اخي ما كاين والو. ريما واش راك؟ لاباس؟ ودخل بديت نشوف حكيمه. علاش ما قلتيليش بلي راهي زعفانه مع جمال؟ انت شكون قال لك؟ والله غير قلبي خبرني. المره اللي فاتت قلت زعف ويجوز وترجع لدارها. واش بيها حكيمه؟ ما عايش مع ويدها دير هكذا؟ وين راهي؟ هي خلاص كي تعرفيها دكتور جا لحالتها. قولك صح طاطا، باين بلي كاش ما فيها، يمكن ما جاتي غلق على روحها في شومرها. نقولك حاجه، نروح نوضها ولا راهي تسنى؟ استني خديجه استنى، نديرو قهيوه نقعدو. يلا غير نحب القهوه نتاعك، انا صراها يوجع. Thank you.
طلعي لها ما جبتي لها على والو. وكيفاش نخلوها تهدم دارها؟ معناها ما تهدمها كبيره وتعرف صلاحها. واش راح تقولي لها اكثر من اللي قلت لها؟ اما انا نقول الرشيد غير ما كلها تقولي له ماهيش حابه. والحل كيفاش نديرو؟ نخلوها تطلق؟ بعيد الشر، لا لا، وصلنا للطلاق. وشنو لازم نعاونوها باش تتجاوز هذه المحنه؟ نسعفوها شويه. انا جمال اللي مانيش فهماتو. علاه؟ ما جا ما سقس عليها، ما حب يفهم. بالك ويهضر معاه في التليفون؟ لا لا، واش هضر؟ اما نقول لك هي ماهيش حابه تهضر معاه، بالك راهي غلقت التليفون تاعها. وما مغلقاتو، ما يعرفش الدار، ما يجيش يهضر معاها يرديها. يا حليمه هو تاني حليلو حليلو، صبر معاها بزاف. الله سيدي هذا من برا. الله يشفيك. كاين شويه طاقه في بعض. أنا عم سليمة. ألو خالد، علاش ما كنتش ترفد من البارح؟ كان سي لونسي. واش راك سافا؟ اسمحي لي راني شوفي ما نهضروا ما والو، ندخلوا نفطروا بعد نشوف.
شكون صاحب المطعم؟ سي حسن راه هنا. واش انا خويا مصغر يدخل الا تسحق ونقول يجيك؟ لا لا كلمونا عليه حبينا نشوفوه برك. مالي خويا غير يدخل يجي عندكم. اللي شفتو في الصورة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. قالوا لي كنتوا تحوسوا عليا. افوت سيرفيس. لا لا كلمونا عليك حبينا نشوفوك برك. معرفة خير. نتمنى قالوا لكم كلام مليح عليا وعلى المطعم ديالي. صح رانا نحوسوا عليك. رانا محتاجينك. وانا في خدمتكم. نقدروا نهضروا في مكان واحد اخر؟ يظهر لي هذا مكان هادي ننجموا نتكلموا هنا. يلا هادي مده وانا نحوس عليك. وراكي صبتيني قولي لي كيف ننجم نخدمك. تعترف بوجودي. شكون ينكر مثل هذا الجمال؟ وان جات عندي بنت في السن تاعك نبني لها قصر في الصحراء. انا بنتك وما نحتاجش منك تبني لي قصر. بصح يلزم عليك تعترف بالغلطه نتاعك. ما فهمتش واش حبيتي تقولي. ما فهمتكش. انا بنت زاهيه. انا ما نعرف لا زاهيه لا بنتها. سمحوا لي عندي خدمه. زاهيه اللي تزوجت بها بالفاتحه وكي عرفت بلي راهي حامله رحت وخليتها من 20 سنه. هي كنت هو حسن بن نايلي. سمحي لي يا بنتي هكي غلطة. يا جماعة سمحوا لي عندي خدمة. شو جماعة ما تفطروش؟ وين راه المعلم؟ المعلم راح شو بونسبا يدخل اليوم. خلاص خلاص منش حابة زيد نشوفه هاي نروح. ما تفطروش؟ ما تفطروش. نعاودو نرجعو له واذا ما حبش يعترف نجيبو له اللي نتقوه. لا لا ما نرجعش. المهم عرفت بلي هو لازم نرجعو. يا لو كان تقلقي في حياته كيما قلقك في حياتك. فهدي عندك الحق لازم نتقابل معاه وش الوش ونخلي ام وضميرو يعذبو. العبد اللي كيما هذا ما شكيتش يكون عنده ضمير. المهم لازم نرجع. من حقك تقولي له اعترف بك وما عنده ما ينكر ولا تحتمت نوصلوا معه العدالة. ما نتسرعوش نخليوه يفكر اليوم ومن الغد وايدي لها ربي طريق. باباك ما كاشو؟ خرج مزروب كاش بروبليم على السلعة اللي وصلت. على ما ديبلاصيش معاه تتعلمي خير. وعدني بلي يعود يخرجني معاه.
بصح ما تساعدينيش، وكيف نولي نهضر معك تكوني بزاف بعيد عليا. هذا سوجي واحد اخر. كاش ما استفدتي من الليست اللي كنت نبعث لك فيهم؟ عجبوك؟ ماشي حاجه، بصح عجبوني كتر لي بلاك لي كنت بعتهم لي. وما زالوا لي بزاف كي نحكيهم لك انا يضحكوك خير من اللي تقرايهم. جديده هادي، واش نفهم؟ راني حاب نشوفك. وعلاه؟ كيف علاه؟ نشوفك نقصر شويه. يا خالد والله ما وقت القصرة في الانترنت. وعلاش مديت لي خدمة وما خدمتهاش؟ مد لك خدمة؟ ها روح مع الشوفير تجيب لنا السلعة لبيرو. صح اسمح لي، هذه ماهيش خدمتي. ماشي خدمتك؟ اه ولا خلي 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 الروح خرم لي الريح من القاعة اللي انا كرهته. علام يخرجني جديرك من الخدمه ويتهنى مني ولا يبقى يهبل فيا كبالمعامله هذا؟ ما يخرجكش، بقى عنده هنا، ما عندك وين تروح. اسمعي عندي شغل برا، من بعد نعود نتصل بك. انا تاني راه جا بابا. كنزة وراه رشيد؟ مانيش عارفة علاش. يديني للطبيب، لازم نداوي. زعما كامل يحبوني وعزيز عليهم، بصح واحد ما خمم علي باش يديني للطبيب نداوي. واحد فيهم ما يقدر يحس بالحالة اللي راني فيها وانا في هاد الكرسي. كنزة من حقي نعيش كيما البنات؟ لا لا، كرهت في هذا الكرسي، كرهت. رشيد روح درك نحتاجك. خير ان شاء الله، انا مشغول. خلي كل ما في يدك روح درك نحتاجك. كش ما بيهم الولاد ولا سليمة؟ لا لا الولاد ما بيهم والو، بصح روح دروك. رشيد ما تقولش سليمة بلي انا اللي عيطت لك. اي صح.
قالت لي كنزة على واش صرا؟ هي عيطت لك؟ لا لا، جيت كان عندي شغل هنا في الدار، كي سقسيتها عليك حكات لي هي تاني تلامتني. قولي لي، ظنيتي بلي ما حبيتش نداويك؟ انا الوحيد اللي راني نحس بلي راه كيفاه. وشنو مع الوقت استسلمت المكتوب ربي؟ ما ديتنيش للطبه رشيد، ما جريتوش بيا، لا انت لا خواتاتي. يا سليمة بالك هذاك الوقت كنتي صغيره ما شفتيش، بصح انا طبيب ما خليته، دوكا راكي كبيره اختي، على بالك طبيب لي نهضر معاه ونقول له على الحاله اللي راكي فيها يقول لي نفس الكلام، الامل راهو ضعيف، وانا هذه هي الحاجه اللي راني خايف منها. راك قلتها رشيد، راني كبرت وراني واعيه وعايبه رشيد، صعيب عليا نتحمل هذا الشيء، كنت فكر بلي راح نكمل حياتي كامل في هذا الكرسي، يا ريت نكون مت قبل. علاش هاد الكلام مشتا؟ وش هاد الكلام اختي؟ عمري ما ظنيت تجي نهار وتقولي لي هاد الكلام. كيفاش جاتك الفكره باش تهضري لي هاد الهضره هادي؟ رشيد كبرت ولازم نعيش حياتي كما كل البنات. هذاك هذا حقك وحقك الواحد، انا ندبر راسي به، نوعدك والله نحاول نعاود ندار وجديد ندير اللي عليا. يا لو كان عارف نديك الخارج، بصح مانيش حاب نخليك هكذا تعلق بامل ضعيف. انا عندي امل، وعلاش لا بالك نلقى حل لحالتي. نوعدك اللي هذا راح يكون هو الشغل الاول، وراني قلت لك يا لو كان عارف نديك الخارج. دوك تقول لي هكا بعد كي تروح للخدمة تنسى؟ كاش نهار نسيت انا كاش كلمة ولا رفضت كلمة لاختي العزيزة اللي قلت لك ندير لي عليا. خلاص خلاص مش روحك رشيد. كيفاش ما نمشي نفسي؟ هناك لازم عليا نفيق من الاول، مش حتى تلحق لهذه الحاله وتولي تطلب مني نداويها. بصح كاين رانا غالطين في حقها، كان لازم نحاولوا معاها من جديد، سختو دروك الطب راه تطور بزاف. بصح غلطه كبيره هذه، على بالي بحسن نيه بصح غلطه، حتى احنا ولفناها هكذا، حبيناها هكذا وخليناها هكذا. انا حبيت نعرف اختي علاش تبدلت، علاش ولات هكذا؟ تعرفيها كنزة ما كانتش هكذا. ما تنساش رشيد، سليمة خلاص كبرت ولازم تعيش حياتها، من حقها تحب تتزوج كيما كامل البنات. صح، راني مستعد باش نخلص الملاير غير باش تتزوج ونشوفها مانية. بصح ما نكذبوش على رواحنا، رانا عارفين باللي في حالتها احتمال ضعيف بزاف. عندك الحق. قولك حاجه، نعيط لحليمه ونهضر معها في هذا الموضوع. عايشك رشيد، ما تنساهاش، راك عارف كنت نساها هاد الخطره، سليمه رايحه تمرض رشيد. نساها، دوك نعيط لحليمه.
خالد وين رايح؟ عندي خرجة مع أصحابي. عندك خرجة مع أصحابك؟ إيه. لك على بالك باللي مهدي وأسامة وجايين يتعشاو؟ واش دخلني فيهم أنا؟ أنت اللي عرضتهم. من المفروض تكون معنا وليد عمك. ما عندي ما ندير معهم، ما نقصرش معهم دراري صغار. ولا راني حاير علاش عرضتهم. ايه هذا وين عرفت مهدي. والله ما راني حاب نشوفهم. طب راسك دخلهم للصالون شوف كاش حاجه ما بيد نخرج انا. والله غير عيب عليك كون يدخلوا ويفيقوا لك. اذا فاقوا لي معناتها انت قلت لهم. سلام عليكم. مهدي عمو شرف. وش راك؟ صافا كيف الحال؟ بخير الحمد لله. تفضل تفضل مهدي. ايزي تفضل. أسامة ما كاش معاك؟ أوف سريقة وجاك.